الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الفزع الأكبر يوم نلقاه، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله علم المتعلمين، وهدى الحيارى والضالين، وأخذ بأيديهم إلى سفينة النجاة للحظو برضا الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والرحمن أبلغ من الرحيم، الحمد لله هو الثناء على الله بالجميل على جهة التعظيم. الثناء على الله بالجميل على جهة التعظيم، وكأن الحمد والشكر يقتربان، الحمد والشكر يقتربان، إلا أن الحمد مدى علمي أبلغ من الشكر، لأن الحمد فيه ثناء لله، فيه مدح لله عز وجل، فيه إقرار بفضله واعتراف بمنه. الحمد الثناء، الثناء يعني المدح، الإقرار بفضل الله، الثناء على الله على جهة التعظيم بسبب الجميل الذي أسبغه الله ومن به الله على الحامد لله عز وجل. الثناء على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم. رب أي مالك، أيضا كما قلنا في الرحمن تسمعونه في اللغة العربية، رب الدار، رب الإبل، رب العبد، يبقى رب يعني مالك، مالك رب الدار يعني مالك الدار. فلما أطلق كلمة الرب على غير الله معناها أن نحن وصلنا إلى مرحلة الشرك عياذا بالله عز وجل، ولا إنما الألفاظ بالنيات، قياسا على قول سيدنا محمد رسول الله إنما الأعمال بالنيات. يبقى النية وهي التي تبين المراد من هذا اللفظ. أنا أقول هذا الكلام بمناسبة أن سيدنا الشيخ محمد بن قاسم فسر كلمة الرب بمعنى مالك، وأنتم تعلمون ما جرى بين جد سيدنا محمد رسول الله وبين إبرهة، أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه. فأنا ربها يعني مالكها، يعني صاحبها، يعني أتولاها. الرب رب الشيء يعني يتولى الشيء بالرعاية والتربية، يتولى الشيء بالرعاية والتربية. فرب يعني مالك العالمين، في العالمين وفي العالمين، وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون، ففي العالمون أو العالمين وفي العالمين. فتقريبا العالمين أعم من العالمين، أعم، لأن العالمين جمع مفردها عالم، والعالمين جمع مفردها عالم، مش كده؟ الله يفتح عليه. العالمين بفتح اللام، وكما قال ابن مالك الألفية بتاعته اسم جمع خاص بمن يعقل وليس جمعا، يبقى العالمين اسم جمع وليس جمعا، ويطلق على من يعقل، ومفرده كما قلنا عالم فتح اللام، لأنه اسم عام لما سوى الله، والجمع خاص بمن يعقل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي. ما زلنا في تفسير سيدنا محمد بن قاسم لما يقول سيدنا الشيخ القاضي فوق، هو بالهمز محمد النبي، يعني ممكن تقول النبي وممكن تقول النبي، وكاء لقد جاءكم رسول، في حد يقول لي فيه كلمة وخاتم النبيين، أيوة، وخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، في قراءة تقول كده، وفي القراءة المعتادة حفص عن عاصم
وخاتم النبيين، فيجوز ان احنا نثبت الهمزه ويجوز ان نحن نتركه. من هو النبي؟ يعرف انسان اوحي اليه بشرع يعمل به، وان لم يؤمر بتبليغه. فان امر الانسان بتبليغ الشرع الذي اوحى الله به اليه كان نبيا وكان رسولا. النبي والرسول. ايها الاحبه، ماذا انت منصرف؟ تتابع الكتاب على الشاشه. الكتاب فين؟ نفس الكتاب نحن نتابع على الشاشه. في شاشه هنا؟ نعم. ما شاء الله، الله يفتح عليك. طب ما تقول لي يا الشيخ. طيب طيب. الله. طيب يا سيدي. تكنولوجيا. وعند المصريين تكنولوبيا. لوبيا من اللوبيا اللي بتؤكل. طيب يا سيد الغالي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي. يبقى لقد ظننت به ظن السوء. اسمع ده، يعني الدرس ما هوش واجب بس على القراءة، ولازم يكون فيه استنباطات وعبر وعظات. لقد ظننت به ظن السوء. لماذا؟ لأنني ظننته منصرفا عن الشيخ وعن درس العلم، بينما هو مع الشيخ قلبا وقالبا. يبقى ناخد من كده ايه؟ عدم التسرع في الحكم على الناس. عدم التسرع في الحكم على الناس، وانما التثبت والتروي والتبين، كما قال ربنا: ان جاءكم فاسق. ان جاءكم، ونفسي بمثابة الشيء الاخ اللي هيبلغنا حاجه عن اخي. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله أكبر الله أكبر. طبعا احنا الأذان هنسمعه ونقدسه ونردده، وهنستمر بما يعادل الإقامة أو ضعفها، ضعف الإقامة. يعني الإقامة برا 10، نستمر بعد الأذان تلت ساعة، ثم نصلي المغرب، ثم ننصرف بإذن الله عز وجل. وبعد كده ان شاء الله يبقى نحاول ان احنا نبدا بدري علشان نصفي اكبر ممكن من او نقرا اكبر قدر من الكلام ان شاء الله عز وجل. وانا اقترح يا شيخ اخويا عثمان ان شاء الله ليكن اذان خاص بنا من قبل الاخوان، من غير عشان بس نقدر ناخذ بركه الاذان وبركه متابعته، لان الان برا جاي لنا 100 اذان انتبع مين، وده بيبدا بغير الذي يبدا به كده. فعشان بس ما نقعدش نفكر في متابعه من الخارج، يبقى ان شاء الله كده واحد من الاخوان صوته نادي كده يؤذن لنا ونتابعه ونبدا بعد اذانه ان شاء الله عز وجل، ليكن هذا في الحسبان باذن الله. يبقى قلنا النبي والرسول كلاهما موحى اليه من الله عز وجل، لكن النبي لم يؤمر بتبليغ ما اوحاه الله اليه، اما الرسول فامر بتبليغ ما أوحى به الله إليه. والمناطق عملوا كده قضية منطقية أو استنتجوا قياس، قالوا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طيب يا سيدي. وطيب والمعنى ورسول فإن أمرت خلاص. والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه. إيه معنى والمعنى؟ ينشئ وصلى الله على سيدنا محمد النبي. ايه هو المعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه؟ يعني عاوز اقول لك وصلى الله، رغم انها بالماضي لكن ليست اخبارا وانما دعاء،
كان عايز اقول وصلي اللهم صل على سيدنا محمد النبي، ده اللي انا فهمته، والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه. وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء، وده هو الذي جاء في الآية إن الله وملائكته يصلون، ما قالش صلوا، إن الله وملائكته صلوا على النبي، صلوا يعني صلوا وانتهى الأمر وقضي ولم تكن بعد ذلك صلاة، إنما يصلون استمرارية الصلاة. فشيخنا عز يقول إن القاضي أبي شجاع يجدد الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله من خلال قوله وصلى الله على سيدنا محمد، وليس معناه إنه أراد الإخبار بأن الله صلى وسلم على سيدنا محمد رسول الله وقضي الأمر وفرغوا من ذلك. والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه، ومحمد عليه الصلاة والسلام علم منقول من اسم مفعول المضاعف العين، والنبي بدل منه أو عطف بيان عليه، محمد النبي. ولذلك يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت ده ابن مالك بيقول كده، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. يعني النعت يتبع في الإعراب منعوته، التوكيد يتبع في الإعراب، أيوة، البدل يتبع في الإعراب اللي يبدل منه، وهكذا. فمحمد النبي، إما النبي بدل من سيدنا محمد أو عطف بيان عليه. وعلى آله الطاهرين، آله الطاهرين، من هم آل سيدنا محمد النبي الطاهرين؟ هم كما قاله الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. ده تفسير سيدنا الإمام الشافعي لآل النبي الطاهرين اللي طلب سيدنا القاضي أبو شجاع من الله أن يصلي وأن يسلم على آل النبي الطاهرين. وهنا ملحوظة، يجوز الصلاة على غير النبي تبعا للنبي، أما أن يصلى على هؤلاء على سبيل الاستقلال فذلك ليس في شرع الله الواحد الديان. فهنا طلب سيدنا القاضي الصلاة والسلام على آل النبي لأنه سبق ذلك أنه طلب من الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وعلى آله الطاهرين، تفسير سيدنا الإمام الشافعي، هم أقارب النبي المؤمنون به، هم أقارب النبي المؤمنون به، أقاربه نسبا. لكن جه سيدنا الإمام النووي، ولكل وجهات هو موليها، والتفسير سيدنا الإمام النووي أرحب وأوسع، لأنه بيدخل في الآل كل من صدق بالنبي المختار. فببركة إيمانك برسالة النبي وتصديقك بنبوته تنال ما ناله سيدنا محمد رسول الله. ما الذي ناله سيدنا محمد النبي الأمي؟ الصلاة والسلام من الله عليه. كذلك أنت تنال الصلاة والسلام من الله ببركة إيمانك بسيدنا محمد رسول الله. وهذا ليس بغريب، فأظن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فببركة الصلاة على سيدنا النبي محمد يصلي الله عليك، يجب تنال صلاة تفوق في الكم والكيف الصلاة التي صليتها أنت على سيدنا محمد رسول الله. أكثر من هذا، وإن لم تصلي على سيدنا محمد فقد تنال الصلاة والسلام عليك ببركة إيمانك بسيدنا محمد رسول الله. المعنى ده نلاقيه فين؟ وقيل واختاره النووي، وقيل في تفسير كلمة آله الطاهرين، القول الأول إنهم أقارب النبي المؤمنون به، إنهم أقارب النبي المؤمنون به،
ونقول مين اختاره؟ سيدنا الإمام الشافعي. وقيل واختاره النووي: إنهم كل مسلم، إنهم كل مسلم. والقرآن إن تتبعنا آياته يرشح قوة هذا الذي ذكره سيدنا الإمام النووي. لما يجي القرآن في يوم العرض على الله عز وجل ويقول لك: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل آل فرعون المدخلون أشد العذاب هم أقاربه فقط، ولا هم كل من كان على شاكلته في الفرعنة والتجبر والتغطرس وعدم الإيمان بالله عز وجل؟ آل فرعون ليسوا أقربائه النسبيين، وإلا القرآن أخرج أهل فرعون من النار وأدخلهم الجنة. ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، أليست من آل فرعون؟ آل فرعون ما دخلتش النار، دخلت من قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لما تيجي القرابة النسبية وما هياش مؤمنة تخرج صاحبها من نسبه لأبيه: إنه ليس من أهلك. بالنسبة لابن نوح، ها لما سيدنا نوح ناجى ربه وقال: أنا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ها قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يبقى العقيدة أخرجت، العقيدة الإيجابية أخرجت آل فرعون من فرعون الظالم وأدخلت صاحبتها الجنة. العقيدة الكافرة أخرجت صاحبها من تبعته، تبعيته ونسبه لأبيه، وجعلته غير أهل لأبيه. ها ده بيرشح المعنى اللي اختاره سيدنا النووي في تفسير الآل بأنهم كل المسلمون المصدقون والمؤمنون بنبوة سيدنا محمد رسول الله. ولعل قوله الطاهرين منتزع من قوله تعالى: ويطهركم تطهيرا. وعلى صحابته، صحابته جمع صاحب النبي، جمع صاحب النبي، صحابة صاحب، صاحب النبي، صاحب النبي الذي آمن بالنبي ولقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. وما فيش فرق بين أن تطول الصحبة أو تقصر، من لقي النبي لحظة مؤمنا به ومات على ذلك. يعني أن تفترض يا سيدنا الغالي أن واحد آمن بالمصطفى محمد وشهد بوحدانية الله قبل أن يشهد برسالة بصدق سيدنا النبي في الرسالة، وبعد ذلك خرجت روحه، يبقى هو صحابي لأنه لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. فطول الصحبة أو طول اللقاء ليس شرطا لكي ينال الصحابي هذا الوصف، وهو أن يكون من أصحاب المصطفى محمد. وقوله أجمعين تأكيد لصحابته. طيب، ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله: سألني بعض الأصدقاء، جمع صديق. وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية أن أعمل مختصرا، هو ما قال لفظه وكسر معناه. طيب، قال لفظه وكسر معناه، والصفة دي بمنتزعة مما أنعم به الله على سيدنا محمد رسول الله، حيث كان من صفات كلام النبي أنه كان قليل الكلام، لكن الكلمة تحمل من المعنى ما تحمل معان عظيمة. أظن قال في ذلك المصطفى محمد: وأوتيت جوامع الكلم. فمن أوتي جوامع الكلم فقد أوتي حظا من النبوة، فقد أوتي حظا من النبوة، إلا أنه لا يوحى إليه كما جاء في حديث عن سيدنا محمد رسول الله. أن أعمل مختصرا في الفقه، بيعرف الفقه لغة الفهم،
ففهمناها سليمان، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مش كده؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون، يعني يفهمون حديثة. وبعد ما وبعدين أهل اللغة لك فقها وفقها وفقها، فقها بالكسر إذا فهم، فقها إذا سبق غيره إلى الفهم، وفاقها بالضم صار الفقه له سجية، صار الفقه له إيه؟ يبقى فقها يفقه، فقها يفقه، فقها يفقه، ده اشتقاقات كلمة الفقه في اللغة. وأما الفقه صراحة العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها، أو المكتسب من أدلتها التفصيلية. كلمة أدلتها التفصيلية يخرج علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه أدلته إجمالية. إذا لك تجد الأصوليين أجمعين قديما وحديثا يتكلم عن كتاب الله، يتكلم عن سنة سيدنا النبي، وتقسمها من حيث السند إلى متواتر وإلى أحاد وإلى مشهور ومدى حجيتها، مش كده؟ يتكلم كلام عام، يتكلم عن القياس، والقياس حجة ولا ليس حجة، أدلة مشروعية القياس، الحكم المستنبط عن طريق القياس ظني ولا قطعي. إنما ليس هذا مهمة الفقيه، ليس هذا مهمة الفقيه. الفقيه بيجيب أحكام جزئية مبنية على أدلة تفصيلية. الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، هذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية، كما كنا على خلاف علم الفقه علم الأصول مكتسب من الأدلة الإجمالية. هذا المختصر على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين أبي عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن نافع الشافعي، المولود بغزة سنة 150. وطبعا اختلف هل غزة ولا عسقلان ولا يعني، لكن الراجح انه مولود بغزة. مات رحمة الله عليه في اخر جمعة من رجب، سلخ رجب يعني اخر جمعة من رجب، اخر جمعة من رجب سنة 204 من هجرة المعصوم سيدنا محمد رسول الله. سيدنا الشيخ القاضي وصف مختصره بأصاف، منها أنه في غاية الاختصار، ومنها أنه في نهاية الإيجاز، ومنه الغاية والنهاية، ودي كلها ألفاظ متقاربة، وكذلك الاختصار والإيجاز، ومنها أنه يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه، ويسهل على المبتدئ حفظه أي استحضاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكسر فيها أي المختصر، ده سيدنا القاضي مش قاعد بيقول، سألني بعض الأصدقاء أن أكسر فيها المختصر من التقسيمات للأحكام الفقهية، ومن حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة وغيرها، فأجابه سيدنا القاضي إلى ذلك. ليه بتجيبه؟ قال طالبا للثواب من الله، كما ان سيدنا القاسم محمد بن قاسم الغزي وضع الشرح على المتن لينتفع به المبتدئون وليكون له ذخرا عند الله يوم الدين، كذلك شيخه ليس عنه ببعيد في هذا الامر. سيدنا القاضي ابو شجاع اجاب بعض اخوانه طالبا للثواب من الله جزاء على تصنيف هذا المختصر، وراغبا إلى الله سبحانه في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر، وفي التوفيق للصواب، والصواب ده ضد الخطأ، إنه تعالى على ما شاء أي يريد قدير أي قادر، فعيل بمعنى فاعل، وبعباده لطيف خبير بأحوال عباده. والأول اللي هو قدير مقتبس من قوله تعالى الله لطيف وبعباده لطيف، الأول اللي هو لطيف والثاني خبير، الأول لطيف مقتبس من قوله تعالى الله لطيف بعباده، والثاني من قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. سواء كان الوصف لطيف وخبير فهما اسمان من أسمائه تعالى، ومعنى اللطيف العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، اللطيف العالم بدقائق الأمور
لا يخفى على علمه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولذلك هذا الوصف لا يتسمى به غير الله ولا يطلق على من سواه، لأن ما فيش حد فينا أبدا لا يخفى على علمه شيء، فيش حد فينا أبدا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا ينطبق عليه ذلك إلا الله عز وجل، ولذلك وحده هو الموصوف بهذه الصفة اللطيف الخبير بدقائق الأمور ومشكلاتها. أيضا اللطيف يطلق ويراد به أنه رفيق بالعباد، ولذلك في دعاء عند العوام، لا أدري هل هو في السنة مولانا ولا مش في السنة، لما عند العوام اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، يعني إن يا ربنا لا نستطيع دفعا لما قدرته علينا، لكن إحنا ما بنطلبش دفع ما قدرته علينا، بنطلب أن تلطف بنا، أن ترفق بنا فيما قدرته علينا، بدل الشيخ ما يعمل حادثة بالسيارة تروح السيارة كلها، لا يكفي أن يروح فانوس الكل حادثة بس كده مولانا يروح، فإذا راح فانوس أتلف فانوس نتيجة للحادثة فهذا راجع إلى لطف الله عز وجل، إلطف بنا فيما جرت به المقادير. ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم، اللطيف العالم بدقائق، مش العالم بس بدقائق الأمور ومشكلات الأمور، واللطيف يعني الرفيق بالعباد، الرفيق بالعباد. وأظن فين يا سيدي الآية، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، لطف بعباده، رفق بعباده، جعل رزقه يجري بقدر على بعض العباد، وجعل رزقه يجري بسعة على بعض العباد، لأنه رفق بهذا فكان المناسب له أن يضيق عليه في الرزق، لأنه لو وسع يفسد، رفق بذاك فوسع عليه في الرزق، لأنه لو ضيق عليه وقدر عليه لفسد أيضا. ولذلك يرزق من يشاء، وهو الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وأظن نفس الصورة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فكان رفيقا في الرزق. فعشان كده الفقير ما يقنطش ولا يجزع ولا يحزن على إنه فقير، لأن ربنا عالم إن الفقر ده هو المناسب لمثل هذا الشخص، والغني لا يفرح بغناه لأن الله هو الذي جعله كذلك في هذا الأمر، لأنه يعلم إن لو كان على عكس ذلك لفسد وما قدرش يستحمل ضيق الرزق ويأس وأبلس وقنط من رحمة الله عز وجل. ده كل المعاني دي تشملها وخرج من عباءة اللطيف الرفيق بعباده. فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم رفيق بهم. ومعنى الثاني هو الخبير، قريب من معنى الأول، ويقال خبرت الشيء أخبره فإنه به خبير أي عليم. يعني ممكن لما نعقد مقارنة نقول إن خبير أدق من عليم، خبير أدق من عليم، لأن أو أوسع معنى من عليم، أوسع معنى من عليم. ولذلك يا سيدي جاء في القرآن إطلاق صفة العليم على غير الله، وفوق كل ذي علم عليم، ما قالش وفوق كل ذي علم لطيف، يا لطيف قال عليم، يبقى كأني أرى أن العليم وخبير زي الرحمن وزي الرحيم، فكما أن الرحمن لا تطلق إلا على الله فكذلك اللطيف
لا تطلق إلا على الله. وكما أن الرحمن الرحيم ممكن أن تتعدد إطلاقاتها، كذلك العليم ممكن أن تتعدد إطلاقاتها. بهذا الكلام الطيب، وطيب مش عن مننا نحن، طيب من مصدره، طاب مصدره وكان مصدره مباركا، لأن الكلام إذا كان أهله قريب عهد بالنبوة كان كلاما صالحا مصلحا طيبا مباركا. ودي على غرار فائك يقول لك الفتوى إذا كان صاحبها قريب عهد بالنبوة كانت أقرب إلى الأقرب إلى الإياس إلى الصحة. الفتوى كلما كان صاحبها قريب عهد بالنبوة كانت أقرب إلى الصحة. وده يجعلنا نستثمر إيه يا سيدي، إن بعض طوائف من الناس المنتمين لفصائل سياسية دينية يتجرؤون على تخطئة إمام من الأئمة لأنه قال في مسألة كذا، قال في مسألة برأي هو كذا، الرأي اللي قاله لا يروق لهؤلاء ولا يعجب هؤلاء، ولأنه لا يعجبهم يتجرؤون عليه ويساوون قامتهم بقامته، ويقول أبو حنيفة رجل ونحن رجال. أبو حنيفة رجل ونحن رجال. نقول لا، نقول لهم كلما كانت الفتوى قريب عهد بالنبوة كانت أقرب إلى الصحة. أما أنتم فينطبق عليكم قوله أنتم، يعني هم اللي بيخطأوا ويتجرأوا، إحنا من الحمد لله ما بنتجرأش، إحنا عارفين حجمنا كويس وعارفين إن كلهم من سيدنا محمد الملتمس، يعني بس اختلاف في الفهوم وفي استخراج وجه الأدلة من الدليل الواحد، الدليل الواحد، وكلهم على خير بإذن الله. إنما نحن نخاطب من يتجرأ ومن أنه يضع كتفه بحذاء كتف أهل العلم الأخدمين، نقول له تأدب والزم مكانك، لأن سيدنا النبي قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وقال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وقال إن شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله أولا وآخرا. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حل توضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.